على مر التاريخ كان حائط الب... حائط البراق وساحته ومرافقه جميعا وتلت باب المغاربه وكل المسجد الاقصى كانت وقفا اسلاميا خالصا وملكيه اسلاميه خالصه لم يدعي احد في يوم من الايام حتى اليهود لم يدعوا من قبل انهم يمتلكون فيه شيئا لكن هم يحاولون ان يغيروا وعي العالم وهم يظنون انهم بالاحتلال ينشئون حقا